أعلن رسمياً عن افتتاح هذا الملتقى المبارك بأول محاضرة يلقيها معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف فضيلة الأستاذ الدكتور يوسف بن مهدي حفظه الله. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وسندنا وملاذنا وهواءنا وماءنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه، وارض اللهم عن جميع صحابته وتابعيه والمقتفين آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، حضرة الفاضل السيد والي ولاية وهران المحترم، حضرة الفاضل السيد سعادة مستشار سيد رئيس الجمهورية، حضرة الفاضل السيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، حضرات السادة الأفاضل أعضاء اللجنة الأمنية وأعضاء البرلمان بغرفتيه، حضرة الفاضل السيد النائب العام، حضرة الفاضل السيد رئيس مجلس قضاء ولاية وهران، حضرة الفاضل المكلف بمهمة لدى سيد رئيس الجمهورية، حضرات السادة الأفاضل مشايخ وعلماء، وعلى رأس هذا المجلس المبارك حضرة فضيلة الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بالقائد حفظه الله، نحييه حاضرا وغائبا، نحييه في كل حين وآن. نجله وبركة فضله الأستاذ نور الدين بارك الله فيه، السادة المشايخ والعلماء والأساتذة والباحثين، ضيوف الجزائر تيجان رؤوسنا وزينة مجلسنا الذين شرفونا بحضورهم في هذا البلد الذي يكن لكم كل الحب والتجلة والاحترام، السادة إطارات الأمة، السادة الضيوف الكرام، أبنائي الطلبة، إخواني أخواتي وأعزائي المشاهدين في هذا الوطن الحبيب داخل الأرض وخارجها، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن ذا نلتقي برغبة في مجلس الود والمحبة، في الدروس المحمدية والرياض العابقة الندية، في شرف زماني عزيز، شهر رمضان الذي أنزل الله فيه كتابه العزيز، في العشر الأواسط منه، وقد أظلتنا رحمة من الله ومغفرة منه سبحانه، كي تسلمنا بإذن الله تعالى رجاء في كرمه، تسلمنا إلى عتق من النار، نحن ومن نحب، والحاضرين والغائبين، والسابقين الذين ذهبوا إلى الله، في شهر الشهداء، الشهداء الذين ضمخوا تربة هذا الوطن بالدم الزاكي والمهجة الثمينة والروح الغالية، بذلوها من أجل أن تبقى راية التوحيد قائمة في هذا الوطن العزيز. وقد احتفلنا منذ يومين بعيد النصر، النصر على العدو الغاشم بعد النصر على النفس، ولئن كان سلاح الأول العدة والبارود فإن السلاح الثاني الصيام والقيام وكثرة الركوع والسجود. فهنيئا لنا ولكم شرف الزمان الذي يحتضنه شرف المكان، بيت من بيوت الله تعالى العامرة، وقد أضاف الله تعالى إلى بيوته في هذا الوطن العزيز قلعة حصينة، جامع الجزائر الذي دشنه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه عنا خير الجزاء، جعله صرحا جديدا يحافظ على أمانة الشهداء
وعهد الصالحين الأولياء والقيام بالمرجعية الدينية الوطنية. أقول بعد الحمد لله سبحانه وتعالى المستحق للحمد في السماوات وفي الأراضين حمداً يليق بجلاله وجماله وكماله، شاهداً بوحدانية الله سبحانه وتعالى وصرماديته وقيوميته، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مثنياً بالشهادة لحبيبنا وشفيعنا محمدٍ عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك في عقبه إلى يوم الدين، وبارك في أمته للصالحين المتتابعين إلى أن نلقى الله سبحانه عز وجل وهو عنا راض. أما بعد، فقد وضع الله سبحانه وتعالى في هذا الكون دلائل تدل على وحدانيته وصمدانيته وقيوميته، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، ذرة الهواء وقطرة الماء ونبتة الزرع وبصيص النور ونقطة الظلمة وحبة الرمل، ما عظم أو جل، ما كثر أو قل، ما علا أو سفل، ما عرج أو درج، ما كان وما يكون، كله يدل عليه دلالة برهان وسلطان وحجة وبيان. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فكل الشواهد والبراهين تدل عليه وحده لا شريك له، والعتب كل العتب على من ادعى خلافه، ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. هو الخالق وما سواه مخلوق، وهو الغني وما سواه فقير حقير، وما سواه محتاج ضعيف لا يقوم بنفسه ولا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرّا. فاللهم كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت ربي حتى تحتاج إلى دليل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ إنه كما جعل سبحانه في الكون دلائل أرسل كتباً معهم صحفاً ورسائل، معهم صحف ورسائل تدل الخلق إليه وتخط للسالكين السبل الموصلة إليه. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فبث في القرآن ما يدل على عبادته وطاعته، وألقى إلى نبيه الكريم ما يشد بقوة من تمسك ببابه، فاستبان الإسلام طريق الحق بلا بديل. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. لقد جاء الإسلام لبعث معنى العبودية الحقة والاستسلام والانقياد لله والمقة، هذه العبودية المركوزة أساسا في ذواتنا منذ إشهاد النفس البشرية ألست بربكم؟ قالوا بلى. فطرة سليمة غير ذات عوج ناداها فلبت، ودعاها فقبلت، فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الحديث الشريف: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقيل الفطرة هي العهد الأول والميثاق الأزلي. وقد قال ابن حزم الظاهري: في هذه المعرفة الفطرية، هذه أوائل العقل التي لا يختلف فيها ذو عقل، وليس يدري أحد كيف وقع له بها العلم بهذه الأشياء كلها بوجه من الوجوه. هذا العلم الذي يستوي فيه الصغار والكبار في أقطار الأرض كلها،
إلا من غالط حسه وكابر عقله فليلحق بالمجانين. هذه الفطرة التي بنيت عليها دعائم الإيمان وركائز التوحيد، حيث طفق النبي صلى الله عليه وسلم منذ نزول اقرأ الآية الداعية للعلم ونزول يا أيها المزمل النداء بالقيام في إخبات، ويا أيها المدثر النداء القائم بالنهوض للدعوة بحكمة وأنات، منذ البدايات اندلق الوحي المبارك يبني أسس العقيدة السليمة ويرسي مبادئ الحق والعدل ويشيد صرح الإيمان، طارداً ما تلبس من هوى، كاشفاً ما دمر الشرك من أمم فأهوى، فنفى صفة الألوهية والربوبية عن مصنوعات من حجر ومنحوتات من صخر، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تهاوت بين يديه أساطير وخرافات واندحرت أحاجي وشبهات، وقام الحق صادحاً ببرهان وانبر الصدق صادعاً بدلائل العقل والميزان. لم يكن سهلاً على رسولنا هذه المهمة، فقد وجد أمةً برح بها الجهل وطفحت مكاييله بالتحريف والتخريف والتحييف والتزييف، فكان يرى حريصاً على هذه الأمة أن تهتدي، وآلمه أشد الإيلام صدودهم وجحودهم، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ولكم ضاق صدره وهو الفضاء الرحاب، وكم خنقه الحزن وهو ذو القلب الرضي والنقي التقي، بل كادت أنفاسه تنقطع أسفا وكمدا على عناد لا ينتهي ومكابرة تعصى على السنون، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. لهذا أخذت المرحلة المكية في دعوته حصة الأسد في بناء العقيدة 13 سنة كاملة تنشر التوحيد وتشبع معاني اليقين والإخلاص، تطهر القلب من كل وثن وتزكي الفؤاد من كل شك وشرك سكن، وإقامة النفوس على هدي صالح وسنن، والبراءة من الأغيار والصور، والتمحض بالمحبة لله الواحد الأحد، يأخذ من الرهبة له شغافا ومن الرغبة إليه فينفر ثقالا وخفافا. هذه العقيدة التي هي روح، روح تنفخ في جسد سكنه الموت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، فتحيله خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. عقيدة موجهة لخدمة الإنسان الذي يعاني مرارة الحياة ويكابد تعاستها، تائه الوجهة، مظلم المسالك، كثير التهالك والتهتك، حجته في كينونته دحض زلق، ودليله في وجوده صابئ مرق، يحتوشه إحباط نفسي ويتهاوشه تناقض اجتماعي، ويتربه واقع اقتصادي يجعله تابعاً لشهوة جسور ورغبة تفور، لا يهتدي إلى سواء السبيل، يسائل نفسه من أين وإلى أين ولماذا وكيف. ولا يزال إنسان اليوم وقد خلت حياته من صلة بالله لا يزال في تخبط وحيرة وتسلط كالذي يتخبطه الشيطان من المس، رغم حضارة مزعومة ومدنية مرقومة كالكتابة على الماء والوشي في العماء. العمران يتطاول والمخترعات العلمية تتزايد والقوى العسكرية تتجه نحو مزيد من القدرة على الدمار، والمكر السياسي في تألق مستمر، ولكن الإنسان مع الأسف الذي يفترض أن يكون محور هذه الأنشطة كلها والسيد المخدوم من قبل كل هذه الطاقات، نراه اليوم ما زال منذ أمد بعيد يقف أمام آمال الإنسانية ينشدها، ولكن الأبواب دونه موصدة
فقد أصبح وحشاً كاسراً، وقد أصبح حيواناً سبوعياً، وكأنه ليس إلا كتلة من لحم وعظم ودم. وقد كتب الكاتب الروماني كونستانتين جورجيو حين ألف منذ أول الخمسينيات من هذا القرن، من القرن الماضي، كتابه الساعة 25، تحدث عن الآلة والمصطنعات، تحدث عنها كيف تستعبد الإنسان وتمعن في إذلاله، وأن الناس في الغرب اليوم سيتحولون إلى جيوش من الأرقاء المستعبدين تحت سلطان الآلة وسيادتها. العقيدة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم هي عقيدة تنقذ الإنسان من عبادة ذاته ومن التأله لبدنه، تجعله ينعتق إلى فضاء عرضه كعرض السماوات والأرض، تخرجه من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام. ولسان الحال حينئذ والمقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق. عقيدة تثبت علم الله الواسع، فتجد الناس يتأثرون بهذا العلم في الحياة، مراقبين، راغبين، راهبين. قال تعالى: ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، أبعد هذا الاستيعاب والإحاطة نجد من يتحركون بمعصية أو إلى معصية، أو تميل أنفسهم إلى غير مطلوب، أو تتعلق بمكروه غير مرغوب؟ هل يجسرون على ذلك وإن خلوا أو جلوا؟ وهذا العلم كاشف، وهذا الإدراك لفعلهم وقولهم وحالهم واصف فاضح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. فاطمأنت نفوسهم وارتاحت قلوبهم، ولم تعرف الشقاوة إليهم سبيلا، حتى قالوا: نحن في نعمة لو علمت بها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. عقيدة جعلت الأعرابي مؤمنا بدليل الفطرة والملاحظة البسيطة والمشاهدة العاجلة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فتشهد جواهره إقرارا، وينطق لسانه بالحق إيمانا. البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ عقيدة ترافقه وهو يقطع الفيافي والبيد، حين يبدي بفكره ويعيد، يراقب إبله إذا أناخت، ويعاتب فرسه إذا قدمه ساخت، معلناً قبل مجيء الوحي بزمان: لقد علمت أن الله لا يمكن أن تحجزه أربعة جدران، منكراً على من يجعل معبوده تحت سقف، أو محمولاً في آلة من سعف، لا يبصر ولا يسمع ولا يسمع، لا ينفع ولا يضر. عقيدة جعلت النفس الرضية في غاية المناجاة الزكية في حب ما له من نظير. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، ليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. هكذا الشأن في مباحث الصفات والأسماء، هكذا الشأن في الإيمان باليوم الآخر، هكذا الشأن في الإيمان بالقدر خيره وشره، من مباحث العقيدة كلها. عقيدة نزهت المولى سبحانه وتعالى عن الصاحبة والولد، وقرعت من خرقوا له البنات والبنين،
ودحضت من وصف الحق بالعجز والقصور والراحة والفتور كما فعل اليهود، بل أثبتت هذه العقيدة القوة لله البالغة والإرادة النافذة، فعال لما يريد، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. حاجج من قال يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، له خزائن السماوات والأرض، وهو الغني الحميد. سفهت هذه العقيدة من قال إن الله فقير ونحن أغنياء، وهكذا كل مباحث الإلهيات. أما مبحث النبوات فقد عرضت العقيدة الإسلامية التي جاء بها القرآن، وشرح النبي صلى الله عليه وسلم المبسط عرضت لجمهرة من الأنبياء من لدن آدم إلى محمد الخاتم، كلهم صدر من مشكاة واحدة، دعوتهم لا إله إلا الله، كلمة ثقلت في السماوات والأرض، وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أنبياء ورسل بعثوا بأحكام ورسائل، بمعجزات بها أيدوا ودلائل، فما آمن معهم إلا قليل، وكانت سنة في اتباع الحق القلة الشاكرة وقليل من عبادي الشكور، والفئة المحدودة المعدودة، وكثير حق عليهم الضلالة، وكثير منهم فاسقون، إلى أن جاء سيدنا محمد الصادق الأمين، أكثر الأنبياء تابعا، شافعا ومشفعا، صاحب الكوثر، نهر مورود وكوثر في الخلق يتبعونه وينصرونه ويعزرونه ويوقرونه، وكوثر في الخلق استحق به المدح من ربه، وإنك لعلى خلق عظيم. عقيدة أثبتت للأنبياء من المصائب عوارض، ومن آلام الدهر مقارض، يأكلون ويشربون، وفي الأسواق يمشون، بشر ممن خلق، ولكن نالوا على الناس أفضلية، وفاقوا سائر الخلق بمزية، اختارهم الله على علم، الله يعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل رسالاته. إمامهم جميعاً وقائدهم، شريفهم وسيدهم محمد بن عبد الله، حين قال من غير فخر أنا سيد والدي آدم ولا فخر، ولكن جعل الله تعالى قول الأنبياء بالوحي عصمة توجب التصديق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عقيدة تلقاها الصادقون المصدقون من باب التسليم، وعلى باب التسليم واقفون، فصدقوا معراج النبي ومسراه في معجزة مادية، لأنهم آمنوا بتنزل الوحي عليه من صباحه إلى ممساه، في مكثه وممشاه، من مبتدئه إلى منتهاه، المعجزة الخالدة والآية الباقية الشاهدة. هذه العقيدة التي كانت في المجتمع الإسلامي الأول في القرون الأولى المشهود لها بالخيرية، منسجمة مع الناحية الثقافية لديهم، ولكن ما إن توسعت فتوحات الإسلام وخالطت العجمة والرطانة جمهور المسلمين، امتزجت بهم واختلطت الأمة الإسلامية بغيرها، تغير الوضع واستفحلت العجمة اللغوية والرطانة في الحديث والشبهات في المعتقدات من بقايا الديانات السابقة ومخالطة الفلسفة اليونانية وغيرها، فأثر هذا الوضع على المعتقد الإسلامي، فظهر الجدل الحاد مع النصارى واليهود وغيرهم من الملل والنحل، وهذه الطوائف أدركت أن من جوانب القوة في جدلها مع المسلمين أن تثير آيات الشبهات، آيات المتشابهات، إثارة للشبهات، إما بالتشكيك في صحة الإسلام ونسبة نصوصه إلى التناقض، أو بحمل معاني هذه النصوص على عقائد وقضايا موجودة في هذه الأديان، ويضاف إلى مثل هذه الشبهات تلك الفتن
التي تبرح بالعامة وبروز الفكر الاعتزالي الذي أعطى زمام الأمر للعقل وحده وجعل له مكانة دون سواه، فكان حاكماً على النصوص في هذه الفترة الدقيقة والحرجة من تاريخ أمتنا الإسلامية في الشرق والغرب. ظهرت شخصية بارزة كان لها دور كبير في التصدي لكل الشبهات، كأن الله تعالى جمع فيه كفاءات في رجل واحد، فكأنه أمة في أمته. فانبرى للجواب عن التساؤلات حماية لبيضة الإسلام، لبيضة الأمة الإسلامية في معتقدها، والرجوع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، محاججاً للخصوم من أصحاب الديانات الأخرى، فأفحم المعتزلة بالدلائل الشرعية والعقلية والمنطقية في كثير من مسائل الاعتقاد. إنه الشيخ الإمام أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عليه رحمة الله، المنتهي نسبه إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. لقد ظهر في بلادنا نحن هذا المذهب العقدي بداية من الدولة الموحدية من كتابات محمد بن تمرة الجزائري في الاعتقاد، وعلى رأسه كتابه المرشدة، كما ألف العلامة السنوسي كتابه في العقيدة في مسمى أم البراهين، العقيدة الكبرى والوسطى والصغرى. وقد كتب الله تعالى لهذه الأخيرة الانتشار والقبول رغم صغر حجمها، فشرحها الشارحون وغيرهم من المحشين من علماء الجزائر ومن غيرها. كما انتظمت عقيدة سلفنا الصالح في هذا المنهج العقدي المبارك الذي ضم جمهرة الأمة الإسلامية من المذاهب الأربعة وما شذ منهم إلا قليل. هذه المدرسة التي نشرت الوسطية والاعتدال وابتعدت عن الغدو والاعتزال ضمنت للمجتمع الجزائري الاستمرار والاستقرار عبر العصور، وحافظت على وحدة الأمة الإسلامية جمعاء. وكم نحن بحاجة أيها الإخوة الكرام، كم نحن بحاجة ماسة إلى تجديد فهمها وفهم مقاصد هذه العقيدة وبناء مرتكزاتها على أسس نقلية وعقلية سليمة من الطعن في أصحاب رسول الله، نقية من اللمز لهم بأي سبب، تتجنب ما وقع بينهم من خلاف مرجعه إلى الاجتهاد في مراعاة المصالح. وقد جنب الله تعالى سيوفنا من فتنة ومقتلة، فلنصن ألسنتنا من أعراض بالشرف والطهر مجللة، رضي الله تعالى عنهم جميعا. عقيدة نسلم بها من تكفير أحد من المسلمين على أساس ذنب ارتكبه أو إثم اجترحه، ونبتعد عن التكفيريين والتفجيريين والتدميريين باسم الدين، وأن المسلمين الذين صح منهم النطق بالشهادتين تتكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ويجير عليهم أقصاهم، وهم يد على من سواهم. إنها عقيدة طاهرة نظيفة، وقد تشكلت وتشكل هذا العلم بأركانه وقواعده بفروعه وأصوله، تشكل أساساً من العلاقة الوطيدة بالعقيدة نفسها، وهي علاقة بيان واستدلال ورد شبهات ودفع مطاعن مثارة ضد هذا الدين. ولعل أقدم ما وصلنا من تعاريف القدماء ما ينسب إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان حين سماه بالفقه الأكبر، حين قال: هو معرفة النفس ما يجوز لها من الاعتقادات من أدلة. وتوالت تعريفات العلماء كالفارابي في القرن الرابع والغزالي في القرن السادس، ونقل الجرجاني ذلك أنه العلم الذي يقتدر معه على إثبات العقيدة الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبهات. غير أن تطور العلوم أيها السادة الأكارم، غير أن تطور العلوم يفرض علينا تطوير المناهج وتجديد المداخل والمخارج وتوسيع مباحث كادت تضيق، واختصار أخرى بعيدة عن النظر والتطبيق.
لمجابهة فكر بفكر، ورد شبهة جديدة بأسلوب منهجي جديد. ولست هنا أيها الإخوة الكرام، لست هنا كي أذكر تفاصيل ما قيل في تجديد علم الكلام وعلم العقيدة وتحديث مناهجه، لأن العصر الحديث يفرض علينا صياغة مفاهيم جديدة لتلك المفاهيم القديمة مع الاحتفاظ بروحها وجذورها وأصولها غير مبدلين ولا مغيرين. ولكن قد ذهب بعض الكتبة من المعاصرين وأهل الاختصاص إلى العمل على استحداث طرق جديدة في دحض شبهات المشككين وعرض البراهين لكل المستجدات والتحديات المشككة في أصول الدين، جعلوا من علم التجديد منهجاً جديداً كما فعل ذلك الإمام الشبلي النعماني سنة 1914. والهدف منه رد الشبهات الحديثة دفاعاً عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل شيئاً مبتدعاً، فقد قال القرآن الكريم: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيراً. ولا يأتونك تفيد الاستمرار والتواصل. منهج الطعن في الدين لا يكف، ومنبع مغرض لا يجف، ولكن على أهل الحق أيضاً أن يقفوا على أجوبة القرآن ومنهج القرآن في الأجوبة والردود المستندة إلى الحجة الدامغة والبرهان الساطع. لستم بغائبين أيها الحضور الكريم عما يثار في زماننا من مباحث تتناول الجوانب التاريخية والحضارية والأخلاقية للدين. لقد شككوا في مرجعيتنا، شككوا في قرآننا، وشككوا في أحكامه، فوجدنا من ينفي معلوماً من الدين بالضرورة، وشككوا في الوحي الثاني، فنسبوا إلى الإمام البخاري رضي الله عنه أوصافاً لا تليق بمن كانوا تهمة في الدين، وبمن كانوا سفلة في الدنيا. لقد انبرى علماء كثر من أمثال الإمام الفيلسوف الكبير محمد إقبال، فخطت يمينه سفراً موسوماً بتجديد الفكر الديني في الإسلام، مستعيناً بالمناهج العلمية الفلسفية الحديثة، حلل جوهر الدين وجذوره العميقة للإيمان مع الارتباط الوثيق بتراثنا الهائل وكنوز حضارتنا الزاخر، محللاً مباحثه بروح صوفية راقية وتربية روحية رائقة. أقول أيها الإخوة الكرام موجزاً غير مطيل بأن الحضارة الحديثة وكشوفاتها العلمية المعاصرة جعلت بعض علمائنا يجنحون إلى العلم الصرف كالطب والفلك به يتسلحون، وإلى قواعد النظر من معينه يكرعون، ليقيموا الحجة على صحة الدين وسلامة المعتقد بقواعد علمية وكشوفات حقيقية غير نظرية، كما فعل عالم الإسلام حينئذ وحيد الدين خان في كتابه الإسلام يتحدى. وقد نحى هذا النحو زرافات من العلماء ووحدانا، فخدموا الدين تعقلاً ووجداناً. هذا مبحث أيها الإخوة الكرام قد يطول، نتركه لذوي النفس الطويل من أهل الاختصاص الذين شرفوا بلادنا بالحضور، العلماء الأجلاء من داخل البلاد ومن خارجها، الذين شرفوا مجلسنا بالحضور. عسى أن يوفوا لنا الكيل فنمير أهلنا ونزداد كيل بعير. أيها الإخوة الحضور، كم نحن بحاجة إلى تجديد الإيمان وإلى بعث أركان الإسلام والدعوة إلى قواعد الإحسان، نجعله حماية لأجيالنا من الانحراف، الانحراف من موجة الإلحاد والزندقة والمروق عن التقاليد وتاريخ الآباء والأجداد. دعوات هنا وهناك للانسلاخ حتى على فطرة الإنسان، حصانة لأخلاقنا نحفظ بها مرجعيتنا وعقيدتنا، نتمسك فيها بقرآننا وسنتنا، وننبذ كل من يثير التشكيك ويثير الشرك ويثير
ويثير الأفكار التي تصدنا عن هذا الدين. عباد الله، أيها الإخوة الكرام، أيها المجمع المبارك الكريم، أمانة تركها عندنا نحن أبناء الجزائر شهداء هذه الأرض، الذين أبوا إلا أن يروا راية محمد صلى الله عليه وسلم خفاقة في سمائها مرتفعة في أفقها، فحذاري أن تضيع الأمانة ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أجيالنا تنتظرنا وأبناؤنا في شوق إلى التقاط ما نقدمه لهم من تربية وتوجيه، من تعليم وتعريف، من نشر للسلوك الصالح الذي يبعث هذه الأمة فينمي ثروتها ويبني عمارتها ويفل حديد عدوها ويكون صفاً واحداً لا يرقع بالكسالى. جزائرنا بخير، وقد احتفلنا كما ذكرنا بنصر عيد النصر الذي هو نصر دائم للجزائر، الذي نسأل الله سبحانه عز وجل في ختام هذا المجلس المبارك الكريم، وقد أذنت لقلمي أن يترجل ولمقولي أن يقلل، أقول ونحن نرجو الله سبحانه عز وجل به متوسلين أن يحفظ الجزائر وأهلها وأن يحفظ الأمة الإسلامية شرقها وغربها. اللهم ربنا إنا نسألك يا الله أن تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تملأ هذا الكون بالأرج. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترافق كل أمر صعد نزل من السماء أو إليها عرج. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترافق كل أمر دخل في الأرض أو منها خرج. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تزيل ما في قلوبنا من ضيق وحرج. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسعفنا بعد العسر بالفرج. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها كل باب إذا رتج. اللهم صل على محمد صلاة ترمي بها عدونا بالفناء والرهج. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم خير معين. اللهم ربنا أهلك اليهود المغتصبين واجعل كيدهم في نحرهم يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا الجزائر، اللهم أدم عليها السر والستر، اللهم وفقها إلى النور والسرور، إلى النعمة والحبور. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك في إصلاح الرعية وإصلاح الأمة، يعمل على تنوير أبنائها بخدمة القرآن الكريم وخدمة زواياها ومدارسها وبناء مساجدها وطباعة مصحفها والعمل على نشر الدين. اللهم ربنا إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تمد لهذه الأمة أمر الرشد، وأن تأخذ بيدها في كل حين وآن، وأن تمدنا بوصال ومواصلة واستمرار واستقرار يا أرحم الراحمين، حتى نغيظ بذلك الأعداء. فنحن أمة الغرب التي جعلها الله سبحانه عز وجل حصناً تتهاوى تتكسر عليه أنياب الحاقدين، وبه تنصر القدس وفلسطين. اللهم احفظ بلادنا واحفظ جمعنا واشف مريضنا وارحم أمواتنا واحفظ أحياءنا. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين باسمك الأعظم الأحب الطيب الطاهر إليك أن تشفي راعي هذا المقام المبارك الكريم فضيلة الشيخ سيدي محمد عبد اللطيف بالقايد. اللهم ربنا احفظه في صحته، احفظه في بدنه، وأمده بقوة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هذا المجمع المبارك الكريم نسألك اللهم يا أرحم الراحمين سؤال المضطر المفتقر الذليل إلى رحمته، سؤال من علم أن له ربًا يغفر الذنوب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا. اللهم تقبل منا رمضان، تقبل منا الصيام والقيام. اللهم اجعله شفيعا لنا يا أكرم الأكرمين، فالصيام والقرآن يشفعان،
شفع فينا مجلسنا هذا يا رب العالمين، شفع فينا محبتنا لبعضنا البعض، شفع فينا وحدتنا يا أرحم الراحمين. اللهم قوِّ صفنا، وقوِّ أمننا، وقوِّ جيشنا، وقوِّ عقيدتنا، وقوِّ مرجعيتنا، واجعلنا اللهم من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم غير مبدلين ولا مغيرين، سلما لأوليائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي من عداوتك بعداوتك من عاداك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.